السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة. كنتمنى تكونوا بخير وفي أحسن أحوالكم. فعزيزتي كيف ما كتشاهدوا معايا، جبت لكم تشكيلة رائعة جدا من جديد جليلبات رمضان بآخر ماكين في الخياطة. موديلات متنوعين كيف العادة، كيناسبوا جميع الأذواق. فكنتمنى أنه الفيديو ينال إعجابكم، وما تنسوش عزيزاتي إذا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بالضغط على زر إعجاب. فكيف ما كتشاهدوا معايا، بالنسبة لهاد الجلبة هادي اللي في اللون الأسود كتجي مخدومة بزواق المعلم. شوفوا معايا هنايا صورة مقربة أكثر للموديل، زواق المعلم مدخلين فيه اللوينات، طلعت الجلابة في الصراحة أنيقة. كذلك بالنسبة لهاد الجلابة هادي اللي كتشاهدوا معايا كتجي بالتنبات لكوب مخزنية، وهنا غتشوفوا معايا نفس الموديل ديال الجلابة والاختلاف فقط في اللون. فكذلك غتشوفوا معايا هنايا الفيديو اللي غادي يقربكم اكثر من هذا الموديل، هذا كيفاش كيجي في اللبسه ديالو. وندوزو لهاد الجليلبه هادي اللي في الغوز فوشيا، موديل رائع كيجي بالتنبات. شوفوا معايا الخدمه ديالها كيفاش كتجي غزاله، التنبات كيجي جهه الصدر وكذلك في الايدين، وهنا كذلك في اللون الاخضر زيتي جليلبه بتوبل كريب اللي كتجي حتى هي بالتنبات. شوفوا معايا هاد الموديل هذا كيفاش كيجي هماوي في اللبسه ديالو. وكذلك هنا جليلبه اخرى اللي كتجي حتى هي بالتنبات جهه الصدر وكذلك في الكميمات. فكيف ما كتشاهدوا معايا هاد الجليلبات هادو كيجيو راقيين. ايضا هنا بالنسبه لهاد الجلابه هادي فهي كتجي دو بياس بالقميص ديالها مخدومه بالرانده والطرز اللي كيجي في الايدين وفي القبء ديال الجلابه. شوفوا معايا هنا صوره اخرى كذلك تتقربكم اكثر من الموديل ديال الجلابه. والعشاق جلابه بالرانده، شوفوا معايا هاد الجليلبه هادي اللي كتجي دو بياس مخدومه بالرانده حصيره. هنا موديل اخر كذلك من جلابه اللي كتجي دو بياس بالقميص ديالها مخدوم بالطرز المسوس وكتجي مخدومه اللون في اللون. فبالنسبه لهاد الجليلبات اللي غتشوفوا معايا دابا عزيزاتي فهما كيجيو مخدومين بالبرشمان توب الكريب، لاكوب كتجي مخزنيه. شوفوا معايا هاد الوين هذا كيفاش كيجي هماوي في اللبسه ديالو، وشوفوا الخدمه كيفاش كتجي متقونه صراحه. جليلبات البرشمان كيبقاو متميزين وكيجيو انيقين في اللبسه ديالهم كيف ما كتشاهدوا معايا. شوفوا الافتحات كيجيو في الجناب، وهنا غتشوفوا معايا هاد الجليلبه ايضا اللي في الاخضر حتى هي كتجي مخدومه بالبرشمان، شي حاجه اللي هماويه غزاله انيقه في اللبسه ديالها. شوفوا الكميمات كيفاش كيجيو الجلابه كيفاش كتجي لاكوب ديالها فهي كتجي مخزنيه، وكيف ما كتلاحظوا الافتحات ايضا كيجيو في الجناب. وندوزو لهاد الجليلبه ايضا اللي حتى هي كتجي بالبرشمان في اللون الازرق. شوفوا معايا حتى هي كيفاش كتجي في اللبسه ديالها. وكيف ما كتعرفوا عزيزاتي فجليلبات البرشمان كيبقاو شي حاجه اللي انيقه ما كديموضاش دائما، كيف ما كتلاحظوا معايا كيجيو مخدومين باليد، خدمه اللي نقيه. وبالنسبة للفصالة فهي فصالة مخزنية. وهنا غادي ندوزو لهاد الجليلبات هادو اللي حتى هما كيجيو بزواق المعلم. شوفوا معايا كيفاش كيجيو في اللبسة ديالهم، افتحات في الجناب، لاكوب فهي كتجي عادية سامبل. بالنسبة للسيدات اللي كيعجبهم جليلبات يجيو بفصالة عادية، فهاد الموديلات كيف ما كتشاهدو معايا كيجيو بفصلة عادية. هنا نفس الموديل، اختلاف فقط في اللون ديال الجلابة، زواق المعلم في الايدين وجهة الصدر كذلك.
والافتحات في الجناب كيف ما كتشاهدوا معايا. هنا ايضا موديل اخر اللي كيجي بزواق المعلم بالوينات مختلفين كيناسبوا جميع الاذواق. الافتحة كتجي القدام كيف ما كتشاهدوا معايا وكيجيو بفصلة عادية كذلك. وندوزو لهاد الجليبات اللي كيجيو بالتنبات بالنسبة للسيدات اللي كيعجبوهم جلابة بالتنبات، فهاد الموديلات كيف ما كتلاحظوا معايا حتى هما كيجيو بفصلة عادية سامبل. الافتحات في الجناب والتنبات كيجي في الوسط ديال الجلابة كيف ما كتشاهدوا معايا. وهنا كذلك نفس الموديل نفس الخديمة، الاختلاف فقط كيبقى في اللون ديال الجلابة. وكذلك هنايا جلابة اخرى اللي حتى هي كتجي بنفس الخدمة، الاختلاف فقط في اللون. وندوزو لهاد الجليبات هادو اللي كيجيو للام والابنة كيف ما كتلاحظوا معايا، هاد الجليبات كيجيو بزواق المعلم يعني اخر ما كاين في الخياطة ديال الجلابة المغربية كيف ما كتشاهدوا معايا. هنا ايضا موديل اخر اللي حتى هو كيجي بتوب الكريب مخدومة بزواق المعلم اللي كيجي في جهة الصدر الافتحات في الجناب. وهنا جليلبة اللي كتجي بتوب الحرير حتى هي بالوينات مختلفين بصلة عادية سامبل بالنسبة للسيدات اللي كيعجبوهم جليلبات سامبل يعني ميكونوش مشارجين بزواق المعلم او لتنبات او للطرز، فهاد جليلبات كيجيو انيقين كيف ما كتشاهدوا معايا. وندوزو لهاد جليلبات هادو اللي حتى هما كيجيو بزواق المعلم. فعزيزاتي بالنسبة لهاد جليلبات اللي غتشوفوا معايا دابا حتى هما كيجيو بالبرشمان، شوفوا معايا كيفاش كتجي الجلابة لاكوب مخزنية الافتحات في الجناب، موديل رائع جدا. فهنا تقريبا عزيزاتي غادي نكون وصلنا لاخر الفيديو، كنتمنى انه يكون نال اعجابكم وتكونوا تعرفتوا على الجديد في موديلات الجلابة المغربية. ما تنساوش عزيزاتي اذا عجبكم الفيديو كيف العاده ما تبخلوش عليا بالضغط على الزر اعجاب. فما بقى لي دابا غير نودعكم ونقول لكم الى اللقاء، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر ومع موديلات اخرى كذلك من جديد اللباس التقليدي المغربي. ما تنساوش عزيزاتي الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بالضغط على زر اعجاب، والى اللقاء.